موجز الاقتصادي، أهلا بكم. أغلقت بورصات النفط العالمية على مكاسب أسبوعية رغم انخفاضها عند الإغلاق في آخر جلسة لها أمس الجمعة. وأغلق خام البصرة الثقيل على انخفاض بمقدار 0.77 سنتا ليصل إلى 113 دولارا و95 سنتا، محققا مكاسب أسبوعية كبيرة بلغت 6.53 دولار، ما يعادل 6.8%. كما أغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض بمقدار دولار وستة سنتات ليصل إلى 122.1 دولار ليسجل مكاسب أسبوعية كبيرة أيضا. وأغلق خام غرب تكساس الوسيطة الأمريكية على انخفاض بمقدار 0.84 سنتا ليصل إلى 120 دولارا و67 سنتا للبرميل الواحد. توقع الرئيس التنفيذي لشركة دانا غاز باتريك ألمان وارد ارتفاع نسبة الانتاج في حقل خورمور الغازي في كردستان العراق العام المقبل. أوضح باتريك وارد أن أهم أهداف دانا غاز الانتظام بالدفعات المستلمة من كردستان ومصر وتسوية جزء كبير من المستحقات غير المدفوعة، مشيرا إلى أن النصف الأول من العام المقبل سيشهد اكتمال أعمال التوسعة في حقل خورمور، ما سيعزز إجمالي إنتاج الشركة بنسبة تصل إلى 25%. وأشار وارد إلى أن ارتفاع أسعار النفط من أحد العوامل الرئيسة التي ستعمل على تعزيز أداء الشركة في الفترة المقبلة، وسيكون لها أثر إيجابي كبير على النتائج والناتج التشغيلية والمالية للشركة. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالية. وذكرت الهيئة أن مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط 4 حاويات في رصيف 27 تحتوي على طابوق وعازل وأسمنت حراري مخالفة تماما لشروط وضوابط الاستيراد، كونها تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة لها. قال رئيس المنطقة الحرة في دبي إنه يعتزم القيام بطرح عام أولي لأسهمه في سوق الأسهم المحلية ليصبح أحدث أصل من أصول الدولة يدرج في البورصة في مسعى لتعزيز سوق الأسهم. من جانبها أعلنت مجموعة تيكوم التي تضم 10 هيئات قابضة منها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام أنها تخطط لطرح 625 مليون سهم في سوق دبي المالي. وأشارت كذلك المجموعة إلى أنها ستطرح أرباحا على المستثمرين تبلغ 218 مليون دولار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة. كشف مسح أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مؤخرا أن ثلث الشركات الألمانية والبالغ عددها 25,000 شركة تتوقع تراجع نشاطها التجاري خلال الأشهر 12 المقبلة. ونقلت صحيفة ألمانية عن المدير التنفيذي نفسه للاتحاد مارتن فانسليبن قوله إنه حتى اللحظة لم نشهد مثل هذا الركود في الصناعة سوى خلال الأزمة المالية بسبب جائحة كورونا. ووفقا لتقرير صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية فإن الاقتصاد الألماني تأثر بشكل خاص وملحوظ بالارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة والمواد الخام، حيث وصلت إلى 78% من شركات شملها الاستطلاع وصفت هذه الشركات شملها الاستطلاع ارتفاع أسعار مشتقات النفط بأنه يشكل أحد أكبر المخاطر على الأعمال. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.